ناقشت الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ناقشت سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المشاركون أن جلسات المحور الاقتصادي تهدف إلى الخروج ببدائل للسياسات الاقتصادية الحالية تكون واقعية ومحددة وقابلة للقياس، مشددين على أن الوصول لهذه المخرجات سيمثل الإنجاز الحقيقي للحوار الوطني. وأوضح المشاركون أن الجلسة تأتي لإعادة النظر في السياسات الانتقائية الحالية وطرح بدائل واقعية تحقق النتائج المرجوة.